علماء المسلمين هم مطالبون بالدرجة الأولى، مطالبون بالقيام بواجبهم وبالمهمة التي أنيطت بهم، إذ أن جميع الشعوب تثق بالعلماء والناس تبع العلماء حتى الشعوب. فإذا ما قال العالم كلمة نجد الناس يهفون إليه وأيضا يثقون بكلامه. فكونوا يا أمة الإسلام ممن أما لسحها وأتم بنوحها. فنحن مطالبون جميعا مسلمين خاصة العلماء بالقيام بالمهمة التي أنيطت بنا. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصرون لشعوبهم، ينتصرون لوطنهم، ينتصرون لأمتهم. فهذا واجب. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا يوجد منكر أكبر مما فعله يعني الإسرائيليون في حق الفلسطينيين. الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل عالم إذا لم يقم بواجبه ولم يقم بالمهمة التي أنيطت به، فسوف يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكثير طيب. من الآيات حثتنا بل الله عز وجل يعني شن على أولئك الساكتين الذين لم يقوموا بالحق.